السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في Software Project Management. اليوم راح نبدأ نحكي عن الشابتر الرابع. اليوم راح نحكي عن الشابتر الرابع، خلينا ندخل على الشابتر الرابع. بس بدي أنوه إنه الشابتر الرابع ممكن يأخذ معنا أكثر من فيديو، فخلينا نبدأ الشابتر الرابع. أوكي، الشابتر الرابع زي ما انتم شايفين هون بحكي عن Project Integration Management. Project Integration Management، قبل ما ابدا اعمل البرزنتيشن مود للشابتر الرابع، بدي ارجع لكم او ارجعكم الى سلايد اعتقد بالشابتر الاول اللي هي هاي. What is a project management؟ لاحظوا اللي Project Integration Management هيها بالنص هون. فزي ما حكينا بهذيك المحاضرة إنه Project Management Integration Management تشتغل مع كل ال knowledge areas أو كل ال knowledge areas فعلا، اللي هي ال core functions وال facilitated functions، تشتغل معاهم كل. فإحنا تركيزنا راح يكون على شغلات كثير هون، على شغلات كثير اللي موجودة في المشروع. خلينا نرجع للشابتر الرابع ونبدأ نحكي عن Project Integration Management. أوكي، الـ Project Integration Management زي ما حكينا تتضمن شغلات كتير، لازم نشتغل عليها في المشروع. خلينا نبدأ من بدايتها. Project Integration Management involves coordinating all of the other project management knowledge areas زي ما حكيت قبل شوي، كل ال all of knowledge areas اللي هي ال core functions وال facilitating functions من خلال أو عن طريق أو throughout على مدى، عفوا على مدى ال project life cycle، على مدى ال project life cycle يعني على مدى طول حياة المشروع. اوكي، احنا المحاضرة اللي فاتت لو تذكروا حكينا عن شيء اسمه charter. في ال integration management في أي حالة من الأحوال خلينا شيل اسم الانتجريشن مانجمنت، خلينا ما نفكر فيه عشان اذا كان هذا هاي بعض الكلمات اللي ممكن تشتتنا، نفكر بالشغلات اللي راح نعملها فقط. زي ما حكينا في مراحل معينه لازم نعمل البروجكت تشارتر اللي هي involves working with the stakeholders to create a document that formally authorizes a project. زي ما حكينا المحاضره اللي فاتت لازم اعمل بروجكت تشارتر، لازم اعمل بروجكت تشارتر. وحاب أسأل مين بيتذكر، أو يا ريت مين بيتذكر هذيك المرحلة بروجكت شارتر الوحيدة اللي لازم تنعمل ولا في أشياء أخرى؟ بالضبط، لازم أعمل كيك أوف ميتينج في هذيك المرحلة اللي هي initiating أو initiation phase. initiation phase فلازم أعمل شارتر، خليهم كلهم يوقعوا عليها. وأنتم بتعرفوا الشارتر أو بتحبوا ترجعوا على الفيديو اللي قبل، بتعرفوا الشارتر شو لازم يكون موجود فيه. لازم أعمل البلان ديفلوبمنت ديفلوبينج ا بروجكت بلان اللي هي الخطة اللي راح أمشي فيها في المشروع. involves coordinating all planning efforts to create consistent coherent document. هذه هي الدوكيمنت، هي مش دوكيمنت واحدة، هي عبارة عن دوكيومنتس، عبارة عن أوراق بتوضح كيف راح أمشي بالمشروع، كيف راح امشي بالمشروع، وكل الامور بتتعلق بالمشروع. البلان، هاي هي البلان او الخطه اللي راح اعمل، الخطه اللي راح امشي عليها في المشروع، في اني اعمل برنامج او سوفت وير سيستم لجامعه لشركه لايا كان. فلازم اعمل بلان. بعد ما اعمل بلان، والبلان فعلا لازم يتوافق عليها من الفريق كله كبروجكت مانجر، مش انا لحالي بعمل كل شيء ولحالي بقرر ولحالي، لا انا بدير، بس لازم كموافقه على البلان لازم الكل يوافق على البلان. اوكي، خلينا بعد البلان، عملنا البلان تم الموافقه عليها، ببدا اعمل النقطه الثالثه هون execution. اوكي، وهي شو معناها؟ involves carrying out the project management plan by performing the activities included in it. يعني عندي البلان، عندي الخطه، عندي المسار اللي راح امشي فيه، بالاكسكيوشن ببدا انفذ. زي ما حكينا المحاضره اللي فاتت والمحاضرات اللي قبل هيك، في عندي انيشيشن او في عندي فيز قبل ما اعمل بلان، في عندي بلان، وفي عندي
تنفيذ الخطة اللي أنا رسمتها. تنفيذ الخطة اللي أنا رسمتها بإني أنفذها على أرض الواقع. مبرمجين بيبدأوا يبرمجوا، الدفعات بتبدأ تندفع، فكل هاي الأمور تبدأ تصير على أرض الواقع تطبيق عملي. Monitoring and controlling involves overseeing activities to meet the performance objective of the project. يعني وهي والمشروع بيطبق عملي، لازم اعمل مونيتورنج اند كنترولنج، لازم انا يعني اتاكد انه ماشي صح. انا ما بقدر احكي لهم اشتغلوا واطلع، ما بقدر احكي لهم ابنوا البنايه وبروح بسافر بمكان ثاني، لا، لازم اتاكد انه الموضوع ماشي زي ما هو المفروض يمشي بناء على الخطه البلان اللي انا حكينا عنها. فمونيتورينج اند كنترولينج بتاكد انه ما في اي مشاكل، واذا في مشكله راح نواجهها، لاحظوا راح نواجهها، بكون تو نوعا ما بعرف انه في هذا الوقت لازم راح نواجه مشكله، فلازم احنا نغير من شيء معين. ولو في مشكله طلعت فجاه، تعرف انتم في مشاكل ممكن تطلع في المشاريع كلها، لو في مشكله طلعت انا هون بعمل كنترول على المشروع، بعمل كنترول على المشروع بنفس الوقت، بفورم انتجريتد تشينج كنترول. لو طلعت عندي مشكله على النقطه اللي قبل الاخيره هاي، انتجريتد تشينج كنترول، لو في اي شيء بدي اغيره بناء على شغلات صارت، ممكن لازم تكون هاي مصحوبه بدوكيومنتس. بعمل ايفالويشن، اذا في عندي مشكله راح طلعت او في شغله صارت، لازم اعمل تشينج كنترول، لازم انا ابعت دوكيمنت معينه مثلا للستيك هولدرز، للناس اللي انا شغال تحت كبورد فوق بالمانجمنت هاير مانجمنت، انه في عندي تغيير بدي اعمله، لازم اوافقه، عشان لازم اي تغيير بدي اعمله لازم اوافقه عليه، ما بقدر اشتغل انا من راسي حتى لو مدير مشروع، ما بقدر اشتغل عشان هيك اني بس بدي اعمل اللي بدي اعمله. كل شيء لازم يكون مصحوب باوراق، بايميلات، بدوكيومنتس، بتواقيع. فهون اي تغيير بدي اعمله في من خلال وانا ماشي في المشروع، لازم اخليهم يطلعوا عليه، بناء عليه يوافقوا، وامشي بالتغيير اللي بدي اسويه. بالنهايه المشروع خلص. المشروع خلص. Closing the project or phase. المشروع خلص. Closing the project or phase اللي هي انا خلصت المشروع، ومش بس خلصته وسلمته وانتهى، لا، ولكن هون خلصت المشروع، فلازم اللي هي طبعا نهايه كل الاكتيفيتيز، نهايه كل الشغلات لازم اعملها، لازم اخذ توقيع اني انا خلصتهم وسلمت المشروع، فاعطوني توقيع علشان انه انتم استلمتوا المشروع. فال closing the project او closing the phase involves finalizing all activities to formally close the project or phase or phase actually phase. ف لازم اخلص، لما بدي اخلص المشروع واسلمه لازم اخذ توقيع. من اول ما اخذت التوقيع انه مستلم المشروع، هيك سكرت المشروع. اي نعم، ممكن اضيف مينتنس، اعمل مينتنس عليه بحيث اني اضيف، بخلي مثلا زي ما حكينا المحاضرات اللي فاتت، اخلي شخص معين، مبرمج معين على في السايت اللي انا عملت المشروع فيه، انه لو في اي مشاكل، اي شغلات، اي استفسارات، اي شيء عندهم، هذا الموظف هو اللي بيقوم في عمليه التغيير، عمليه تصليح بعض المشاكل. هذا ممكن يكون موجود عندهم لمده 3 شهور، 6 شهور، ايا كان، ايا كان في العقد اللي ما بيني وما بين الكلاينت، ما بيني وما بين الكلاينت. فالبروجكت انتجريشن مانجمنت اللي هي من قبل تخطيط المشروع الى نهايه المشروع. ولما نحكي عن بروجكت انتجريشن مانجمنت، احنا ماشيين بالمشروع، لاحظوا زي ما حكينا وزي ما شفتوا بالسلايد اول الفيديو هذا، انه بشتغل مع الهيومن ريسورسز، اوكي، بشتغل مع ديبارتمنتس كثير، بشتغل عن طريق مع التولز اللي بتعامل معها بالكوميونيكيشن، ففي شغلات كثير بتساعدني اني انا امشي بهاي البلان وهذا المشروع زي ما المفروض امشي فيه. السلايد اللي هاي من اهم السلايدات النظري اللي بتخليكم يا اما تمشوا في المشروع او ما تمشوا في المشروع. بدي المثال اللي بدي اعطيه هون بدي اعطيه عن نفسي انا كشركه منفذه للمشروع.
شركة منافذة للمشروع، تعطي مثال على هيك، فأنتم بعد هيك اربطوه على أي شيء بدكم أنتم تشتغلوا عليه. Strategic planning and project selection. Strategic planning involves determining the long-term objective by analyzing the strengths and weaknesses of an organization, studying opportunities and threats in the business environment, predicting future trends, and projecting the need for new products or and services. هون بدي أعمل ما يسمى بال SWOT analysis. SWOT analysis. SWOT analysis. SWOT analysis. SWOT. S for strength. I have هون. W for weaknesses. I have هون. O for opportunities. I have هون. T for threat. T للthreats. I have هون. SWOT analysis. SWOT SWOT analysis. فهاي زي ما حكينا من اهم فعلا الشغلات اللي ممكن تتعودوا تعملوها باي شيء بدكم تدخلوا عليه، بحيث انه فعلا مجزي اني ادخل عليه ولا مش مجزي اني ادخل عليه. اوكي، فشو هاي السوات اناليسيس؟ زي ما حكيت لكم بدي اعطيكم مثال علي انا كشركه بدها تبدا هذا المشروع، بدها تبدا هذا المشروع. هل هذا لما ابدا هذا المشروع في مجزي بالنسبه لي اني ابداه او لا؟ فرضا في عندي مشروع، لازم عندي مشروع اجاني علشان ابدا برمج، برجع لنظام تسجيل طلاب في الجامعه عشان الطلاب يقدروا يسجلوا حالهم بالجامعه، يختاروا المواد ويسجلوا ويدفعوا. في عندي هذا النظام اني انا استلمه او انا ابدا اشتغل فيه، بس بدهم يعملوا هذا النظام باستخدام لغة الجافا. اوكي، هيك الكلاينت بده لغة جافا. اوكي، فهاي لاحظوا السترينث والويكنسز. فانا حاليا بدي اطبق السترينث والويكنسز اوبورتونيتيز ثريتس في على نفسي بدخولي بهذا المشروع. طبعا بامكانك تطبقوها السوات اناليسيز على الكلاينت. هل الكلاينت شو عنده بالكلاينتس بالنسبه للسوات اناليسيس؟ بس عشان تنفهم بطريقه بسيطه جدا خلينا اطبقها على نفسي. اوكي، لو تلاحظوا عندي strengths and weaknesses internal. عندي internal لهدول التنتين strengths and weaknesses، وعندي external opportunities and threats، وعندي positive strengths and opportunities، وعندي negative weaknesses and threats. مهم جدا انكم تعرفوا ان هدول اللي فوق internal واللي تحت external. شو يعني internal؟ internal بمعنى انا داخل شركتي، الشركه المصممه، الشركه اللي بدها تبرمج، انا داخل الشركه. شو this is internal strengths weaknesses بتعلق فيا انا جوا الشركه. opportunities and threats external بتتعلق في السوق الخارجي اللي انا بتاثر فيه وبتاثر فيه. اوكي، ف external خارجي، internal داخلي. سو خلينا نشوف بناء على المثال اللي انا حكيته قبل شوي، اللي هو انا بدي اعمل مشروع تسجيل الطلاب في الجامعه بس مطلوب مني باستخدام الجافا. فشو هو السترينكس اللي عندي اللي بيسمح لي ادخل هذا المشروع؟ فرضا من غير ما ندخل على التفاصيل هاي، فرضا السترينكس ان بما اني انا شركه برمجه، السترينكس ان عندي من افضل المبرمجين الموجودين في السوق. خلينا نحكي عندي من احسن 5 مبرمجين موجودين في السوق، هذا سترينج. اوكي، وهذول المبرمجين بيعرفوا لغه بايثون، بيعرفوا لغه سي شارب، يمكن لغه سي بلس بلس. هاي سترينج تعتبر. اوكي، بس شو هو الويكنس بناء على اللي انا هسه حكيته؟ الويكنس انه أنا المبرمجين اللي عندي ما بيعرفوا جافا. عندي السترينكس إنهم مبرمجين ممتازين وبسرعة بيتعلموا، بس ما بيعرفوا، وبيعرفوا لغات بس ما بيعرفوا جافا اللي هي مطلوبة مني. فالويكنس عندي هون أنا المبرمجين ما بيعرفوا جافا. السترينكس عندي من أحسن الموظفين اللي بيعرفوا بيعملوا مبرمجين وبيعرفوا هاي اللغات الثلاثة اللي حكينا عنها، اللي هي بايثون، سي شارب، وسي بلس بلس.
فلازم اكتب الويكنس انه المبرمجين ما بيعرفوا بايثون، عفوا المبرمجين ما بيعرفوا جافا اللي هي المطلوب انهم يعملوا المشروع عليها. اوكي، فانا عملت كتبت البوزيتيف اللي عندي، كتبت النيجاتيف اللي عندي. اوكي، هسه الاوبرتونيتيز اللي تحت اكسترنال، فمعناها الاوبرتونيتيز انا لما اخلص هذا المشروع هل بامكاني ابيعه لجامعات ثانيه؟ اوه، هل في فرص عندي لاني افتح سوق، افتح سوق ينفتح بالنسبه، افتح سوق اني انا ابيع هذا المشروع لجامعات ثانيه، او هذا المشروع بناء عليه راح ينفتح لي عده مشاريع في جامعات ثانيه. فاوبرتونيتيز عاليه عندي. الثريتس، خلينا نحكي عندي في كثير مبرمجين او كثير شركات برمجه برا ممكن تنافسني على هذا المشروع، هاي عباره عن ثريت. يمكن انا مش لوحدي اللي موجود في السوق. فالثريت اللي هو الثريت اللي هو الشيء المهدد اللي بهدد دخولي بالمشروع، خارجي وسلبي، اللي هو ممكن برضو احكي لكم انه الناس المنافسين عندي، هذا عبارة عن ثريت. في عند شركات برمجة كثير برا ممكن هي اللي تكون مهددة اني اخذ المشروع. اوكي، فسترينجز اند ويكنسز انترنال داخلي، اوبورتونيتيز اند ثريتس خارجي. ولما نفكر بسترينجز اند اوبورتونيتيز عبارة عن شيء ايجابي، ويكنسز اند ثريتس شيء سلبي. ارسموها كيف ما ترسموها في اي شيء بدكم تدخلوه، لو تعملوا تفكروا فيها بالسوات اناليسيس، شو انا عندي وشو ما عندي، وهل بقدر ادخل مع المنافسه اللي برا، هل في فرص شغل برا. فهاي كل الامور تقدر تنكتب في السوات اناليسيس، وبناء عليه لما انا يكون عندي سترينجز اكثر من ويكنسز ممتاز، لما يكون الاوبورتونيتيز اكثر من ثريتس ممتاز، بدخل زي ما بنحكي قلب قوي على هذا المشروع. بس لما يكون الويكنسز عالي عندي والسترينجز بسيطه، او يكون الثريتس عاليه والاوبورتونيتيز يعني واحده ثنتين، مش مجزي ان ادخل المشروع، فعلا مش مجزي ادخل المشروع. لو كانت الويكنسز عاليه، لو كان لازم ما عنديش موظفين، البرمجه اللي عندي ما بيعرفوا الا بايثون ومطلوب جافا، ومطلوب ساعات بطلبوا بايثون، ساعات بطلبوا سي شارب مثلا، فلا لا لا، انا يعني لازم اقيم الموضوع عن خلال السوات اناليسيس عشان اتاكد ادخل هذا المشروع امشي فيه او ما امشي فيه. او منها بعرف انا كشركه منفذه للمشروع شو ممكن اعمل عشان اغير من اني انقل الويكنسز اخليها سترينكس بعد التدريب الموظفين على لغة الجافا، يصير عندي strengths، والthreats أخليها opportunities. فيعني هيك بيشتغلوا طبعا، بحيث إنه المهم إنه هل أنا قادر من خلال الـ SWOT analysis إني أدخل هذا المشروع أو لا. إن شاء الله تكون فهمت، بس إذا عندكم أسئلة من خلال لقاءاتنا إن شاء الله بجاوبكم على أكثر أسئلة ممكن. خلينا نطلع على السلايد اللي بعدها. بالمشروع اللي انا راح ابدا فيه، بنعمل فيه بما يسمى ب او 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 فاينانشال اناليسيس، خلينا نسميها فاينانشال اناليسيس، اللي هي التحليل المالي للمشروع، التحليل المالي للمشروع. في شيء من اهم الشغلات اللي بتنعم تستخدم لتحليل المال للمشروع، اللي هو بما يسمى النت بريزنت فاليو، النقطه الاولى هون، هاي النقطه الاولى نت بريزنت فاليو، أو النقطة الثانية return on investments. أنا ما راح أدخل كيف هاي المعادلة ولا كيف هذيك المعادلة، بس هي عبارة عن تحليل مالي، هل مجزي أن أدخل هذا المشروع ماليا ولا لا، هل راح أربح من وراء هذا المشروع ماليا أو لا. طبعا النت بريزنت فاليو وريتيرن اون انفستمنت بامكانهم يعملوها طبعا من خلال المايكروسوفت اكسل، هذا عبارة عن مايكروسوفت اكسل، أرقام معينة نت بريزنت فاليو ان في بي، بحطوا السيلز والبرسنتجز وكلها بيطلع الرقم بالنهاية. فأنا ما راح أدخل في إني أشرح نت بريزنت فاليو من خلال الفورميلا، بس نت بريزنت فاليو
هي بتحلل او بتعطي شو هي اللي انا راح يرجع لي المردود المادي، او شو المردود المادي اللي راح اخسره لو بدخل هذا المشروع. اوكي، ف expected net monetary مالي gain or loss، راح اخسر ولا راح اربح؟ gain or loss. اوكي، النقطة الثانية performing return on investment. Return on investment نحكي عن هون المردود الاستثمار، هذا يعتبر استثمار، مردود الاستثمار المادي اللي راح اخذه بعد فترة زمنية. فهاي انا لازم المحللين الماليين لازم يطلعوا هاي الارقام ويجيبوا لنا اياها كمدراء مشاريع عشان نعرف هل مستاهله اني ادخل هذا المشروع ولا اذا ولا المشروع خسران بالنسبه لي من البدايه. فهي كلها بتتاخذ بعين الاعتبار وبتنحط الارقام الصح او بتنعطى الارقام الصح للمحللين الماليين علشان يعطونا الارقام الدقيقه، بحيث انه هل برضه زي ما حكيت، هل مجزيه، هل مربح اني ادخل هذا المشروع ولا مش مربح اني ادخل هذا المشروع. انا بس حاب احكي لكم انه هاي الطريقة اللي هي طرق التحليل المالي باستخدام النت بريزنت فاليو او ريتيرن اون انفستمنت، بس علشان انتم تعرفوا انه في تحليل مالي بيستخدموا هاي الطريقتين وطرق غير هيك كمان، بس هذول اساسيات، بحيث انه يشوفوا بناء على الامور المالية هل ادخل هذا المشروع او ما ادخل هذا المشروع. اوكي، خلينا ننتقل على السلايد اللي بعدها. بناء على توقيتنا احتمال السلايد اللي بعدها تكون اخر سلايد بهذا الفيديو. فعلا راح تكون اخر سلايد. Methods of selecting for selecting project. Payback analysis. Payback analysis شو بتحكي؟ خليني برضه اعطيكم مفهومها. اوكي، خلينا اول شيء اقرا التعريف بعدين بعطيكم مفهومها بشكل ان شاء الله بسيط جدا. Payback period is the amount of time it will take to recoup in the form of net cash inflows, the total dollars invested in the project. بشكل عام, in other words, payback analysis determines how much time, كم الوقت, will lapse before accruing benefits overtake accrued and continuing costs. بشكل بسيط جدا. بدي اركز على هاي الصورة عشان نفهمها صح. لو تلاحظوا هاي الصورة في عندنا خط منقط وخط ثابت. المنقط خلينا نحكي ببلش ب 120,000، هون النقطة هاي حوالي 120,000 بتروح لعند خلينا نحكي 250,000 هون بالنص. سو 120,000 ل 250,000. الثاني بيبدأ من صفر وبنتهي خلينا نحكي على 500 خلينا نحكي 50,000، 550. اوكي، خلينا فرضا خلينا نركز على الخط المنقط. فرضا اني انا مستثمر بتبدأ هذا المشروع. اوكي، فلما أبدأ هذا المشروع راح أدفع في البداية 120,000. أوكي، وهذا ال 120,000 ما مش معي، فراح أخذها من مثلا راح أخذها من بنكين. فال 120,000 اللي راح أدفعها وراح أدفع أقساط عليها، اللي راح توصلني بإني أدفع لحد زي ما حكينا 250,000. فال 120,000 اللي انا اخذتها كقرض وبظلني ادفع بيمنتس راح اوصل اني ادفع 250,000. ان شاء الله تكون واضحه. انا اخذت 120,000 من بنك ومن خلال الفتره الزمنيه اللي هي 3 سنين راح اكون دافع 250,000. النقطه الاخيره هاي. اوكي، فمعناها لما ابدا المشروع اني ادفع لكم انتم ككونسلتنتس، اي تي كونسلتنتس، كمبرمجين، ادفع لكم المشروع، انا فعلا انا هاي دفعت لكم اياها، دفعت لكم 120,000.
اي نعم انا للبنك راح ادفع 250,000، بس فعلا انا لما دفعت لكم اياها انا بلشت من الصفر، انا بلشت من الصفر. هاي الصفر اللي هو انا بلشت منها، بلشت من تحت الصفر، او خلينا نحكي دائما نحكي بلشت من تحت الصفر، يعني انا دفعت ولسه ما وصلني اي شيء. فمن خلال الفترة الزمنية اللي انا بطبق المشروع من خلالها، او الشغلات اللي انا بشتغل عليها عشان يبدأ يرجع لي المردود المادي، بعد اول سنة بناء على هذا الجراف انا دائما خسران، لاحظوا خسران، انا تحت الخط المنقط، انا خسران، انا خسران من بعد اول سنة. هاي بيسموها بريك ايفن بوينت، مش موجودة هون بس مش مشكلة. بريك ايفن بوينتس اللي هي بتساوى المصاري اللي بدفع فيها مع المصاري اللي جايتني، بريك ايفن بوينت. فبعد السنة ببدأ اعمل مصاري بناء على تنفيذ، بناء على اني شغلت المشروع، يعني شغلت البرنامج اللي انا طبقته اللي انا تم تنفيذه بالنسبة الي. ف شغلت البرنامج وشغال، وبكل ما هو شغال بيعمل لي مبالغ، بيعمل لي مصاري. فبالنهاية أنا بوصل من خلال 3 سنين بكون عامل 550,000 بس دافع 250,000. متى بيرجع لي، أو متى بيبدأ يرجع لي مبالغ بناء على المشروع؟ بعد السنة الأولى، بعد السنة الأولى. باي باك بيريد، هاي يسموها البي باك بيريد، هاي البريك ايفن بوينت، اللي هي الفترة اللي انا بعد هاي الفترة او النقطة، بعد هاي النقطة بيبدأ يدخل علي من وراء المشروع اللي انا نفذته. اوكي، هاي هي فكرة البريك ايفن بوينت وباي باك بيريد اناليسيس. اوكي، وهون بنوقف، بنكمل ان شاء الله في الفيديو اللي بعد هيك تكملة الرابع. إذا عندكم أي أسئلة إن شاء الله يا ريت تكتبوها، عشان لما إن شاء الله نشوف بعضنا أجاوبكم على أي شيء ممكن يكون عندكم من أسئلة. الله يعطيكم ألف عافية، ونشوفكم إن شاء الله على خير في فيديوهات ثانية.